أهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. نحن معكم مباشرة على الهواء من دار الفتوى، حيث وصل في هذه الأثناء السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وهي أول زيارة له بعد مجيئه إلى لبنان. كان على جدول أعماله دار الفتوى، حيث هنا ينتظر سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لاستقباله في هذه الأثناء. طبعا هي عودة مهمة للسفير السعودي بعدما غاب. إذن كما نشاهد وصل مفتي الجمهورية واستقبل السفير السعودي في بيروت وليد بخاري. هذه الزيارة الأولى للسفير السعودي بعد عودته إلى لبنان. اختار أن تكون دار الفتوى. خلينا نرجع كلنا صلاة طويلة يا رب. إذن هناك تبادل سلامات، والمفتي عم بيقول له للسفير السعودي إنه اشتاقوا لك اللبنانية. وحنتابع طبعا في حال تحدث السفير السعودي في بيروت إلى الإعلاميين بعد هذه الزيارة مفتي الجمهورية. طبعا سنحاول التحدث معه. هناك أيضا يعني زيارة أخرى عند 11 مرتقبة للرئيس حسان دياب، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وذلك ربما لبحث عن غطاء بمسألة ملف تفجير مرفأ بيروت، وخصوصا وأنه مدعى عليه من قبل القاضي طارق البيطار، ومن المفترض أن يمثل أمام القضاء يوم الخميس المقبل، يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام من مثوله المفترض أمام القاضي طارق البيطار. سيزور الرئيس الحكومة السابق حسان دياب دار الفتوى، وسيلتقي مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان. أيضا سنحاول التحدث معه عن مسألة مثوله أمام القاضي طارق البيطار من عدمها، علما بأن هناك معطيات تشير إلى أنه في حال لم يمثل الرئيس حسان دياب ولا النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، المفترض أنه أيضا موعد جلساتهم يوم الجمعة المقبل، سوف يصدر القاضي طارق البيطار مذكرات توقيف بحقهم على غرار ما فعل بالنائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فينيانوس. إذن سنبقى معكم لمتابعة أي جديد. سنكون بمحاولة للحديث مع السفير السعودي في بيروت وليد بخاري لدى خروجه من هنا. كان معكم ربيع شنطة فرات بكامل، إلى اللقاء.